أكثر من 7 أيام مضت ولم تعد الحكومة إلى عدن. من يعيق تنفيذ اتفاق الرياض؟ ما أسباب تعثر البند الأول من الاتفاق؟ وما هي الخيارات المتاحة للشرعية في حال عدم تنفيذ الاتفاق؟ أهلا بكم. تجاوز الخط الزمني لاتفاق الرياض الذي تم توقيعه بين الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، إذ يقضي البند الأول من الاتفاق على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن لمباشرة أعمالها خلال 7 أيام من تاريخ التوقيع. وعلى الرغم من المآخذ على الاتفاق وأبرزها العثرات التي تظهر في طريق تنفيذه، إلا أن إضفاء شرعية جديدة على الوجود العسكري السعودي في البلاد وما أشيع عن ضغوط سعودية لإجلاء قوات الشرعية من المناطق الجنوبية قبيل تنفيذ الاتفاق يثير الكثير من الشكوك حول نوايا السعودية في المناطق الجنوبية عموما. 7 أيام خلت دون إنفاذ أول بنوده، يمضي اتفاق الرياض محاطا بالكثير من الشكوك والتكهنات حول مصيره. من المفترض عودة الحكومة بعد 7 أيام من التوقيع على الاتفاق، أي بتاريخ 12 من الشهر الجاري، غير أن الموعد فات دون عودة حكومة الدكتور معين، أو ظهور مؤشرات على قرب التوصل إلى اتفاق بشأن تعديل قوامها، بالإضافة إلى عدم تسمية أعضاء اللجنة المشرفة على الاتفاق حتى اللحظة. تعثر عودة الحكومة يفتح المزيد من التكهنات حول مصير اتفاق الرياض بالمجمل، في ظل تأكيدات مراقبين بأن الاتفاق خلق ميتاً نظراً للظروف التي أنتجته. تقول مصادر حكومية إن قرار تأجيل العودة يتعلق بترتيبات أمنية وعسكرية، فيما لا تقول شيئاً بخصوص جزئية إعادة تشكيل الحكومة. مصادر أخرى كشفت أن هذه الترتيبات تتمثل بجملة من الشروط الجديدة التي وضعها الانتقالي وتبنتها السعودية، ومنها انسحاب قوات الشرعية من أبين وشبوة مقابل سماح الانتقالي بعودة رئيس الوزراء إلى عدن. غير أن ما هو أبعد من ذلك، تبرز مهددات أخرى قد تحول دون إنجاح اتفاق الرياض، منها التفسير المتضارب والانتقائي لبنود الاتفاق، وتحديداً حول عودة الحكومة. هل تكون بكامل سلطتها أم أنها مجرد عودة شكلية لتنفيذ مطالب وأجندة الانتقالي وداعمي؟ منذ أيام تتحدث التقارير عن استلام قوات الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي للعديد من المؤسسات العامة في عدن كخطوة على طريق تطبيق الاتفاق، في مشهد يذكر بما تفعله جماعة الحوثي في اتفاقات مشابهة. ونحن نقوم بتأمين مداخل عدن ومخارجها كامل و تحت قيادة رئيس المجلس الانتقالي بعد الاتفاق الذي حصل بالرياض بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وفي حين كان الانتقالي مستنفراً بكل قياداته وأنصاره لرفض إنزال العلم الخاص بهم من على المباني الرسمية في العاصمة المؤقتة عدن، تزداد الشكوك حول إمكانية تنفيذ الاتفاق ومدى قدرة الأطراف الراعية له على الوصول به إلى غايته. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الدكتور عادل دشيلة الباحث السياسي هنا في الاستوديو، وسينضم معه آخرون خلال هذه الحلقة. بداية، مساء الخير دكتور عادل. مساء الخير. البند الأول من اتفاق الرياض كان عودة الحكومة خلال 7 أيام، مضت 7 أيام وأكثر ولم تعد الحكومة، كيف تنظر إلى هذه البدايات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، من المستحيل يعني الآلية التنفيذية أن تنفذ في ظل اتفاق. نحن لسنا في لعبة أطفال حتى نقول في خلال 24 ساعة بإمكاننا إسقاط ميليشيا مسلحة تتكون من أكثر من 90,000، وبالتالي أن تعود المناطق المحررة أو عدن والمحافظات الأخرى إلى يد الحكومة الشرعية في ليلة وضحاها. الاتفاق هو فاشل منذ اللحظة الأولى، ولم نكن نعول عليه ولا نعول عليه حتى اللحظة، ولن ينجح في المستقبل. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن يعرفها الجميع. لماذا؟ لأنه هناك أجندات إقليمية، والمملكة العربية السعودية اليوم لم تعد يعني تحارب في اليمن. اليوم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة يريدان الحفاظ على ما تحقق لهما من خلال عاصفة الحزم. هناك أجندات نفذت على أرض الواقع. نحن اليوم ينبغي ألا نضحك على أنفسنا.
الدولة انهارت وتحول المجتمع إلى ميليشيا مسلحة، ومن يعول على هذه الشرعية بأن تخرج اليمن إلى بر الأمان فهو كمن يعول على محمد بن زايد أن يعود الشرعية إلى عدن. اليوم الدولة اليمنية خارج الجغرافيا تماما، ولدينا ميليشيا مسلحة في الغرب وفي الجنوب والشرق وما إلى ذلك. ولذلك نحن مع الأسف الشديد أصبحنا في مرحلة ألا دولة. وأما بالنسبة لما يسمى باتفاقية الرياض أو اتفاق الرياض، فما هو سوى تميع للقضية اليمنية وأيضا تضييع الجرائم أو تميع الجرائم التي انتهكت التحالف العربي بحق الأبرياء. نحن اليوم أمام تحالف عربي غدر بنا من الخلف، ويعني جاء لأهداف واضحة ونفذها وفكك المجتمع على أسس طائفية ومناطقية وقبلية. اليوم التحالف العربي يتحاور مع ميليشيا الحوثي داخل فندق الريدز داخل الرياض. التحالف العربي اليوم يرسل المبعوث البريطاني وبعض يعني الخبراء الأمريكيين أو قادة الاستخبارات، بعض الجنود في الاستخبارات الأمريكية يتحاورون مع جماعة الحوثي داخل فنادق مسقط. اليوم المملكة العربية السعودية يعني وصلت إلى مسقط، يعني نائب وزير الدفاع السعودي وصل إلى مسقط يطلب العفو من سلطنة عمان، ويطلب من سلطنة عمان أن تساعد بأن تفك أو أن يفتح حوار مباشر مع جماعة الحوثي، وقد تم الحوار المباشر. يعني دعنا نركز على ما يحدث في الجنوب. هناك مصدر حكومي يقال أو يقول إن سبب تأخر حكومة الدكتور معين عبد الملك إلى عدن هي أسباب لوجستية، هل هذا الكلام مقنع برأيك؟ أما كيف لوجستية؟ يعني لنا شهرين وتقول المملكة العربية السعودية بأن الظروف مهيئة، وأنه لم يتم التوقيع على اتفاق الرياض إلا وقد هيئت الظروف داخل العاصمة المؤقتة عدن، وأن مؤسسات الدولة داخل العاصمة عدن أصبحت بيد الدولة السعودية، وأن الجيش السعودي مسيطر على الأرض عسكريا وسياسيا وأمنيا وما إلى ذلك. وبالتالي المملكة العربية السعودية لو أرادت أن تعود الحكومة اليمنية في خلال 24 ساعة بإمكانهم أن يأخذوهم على متن طائرة حربية وما إلى ذلك وأجابهم إلى عدن، لكنها لا تريد ذلك. من يقول بأن المملكة العربية السعودية تريد لهذه الحكومة أن تنجح فهو فاشل. ينبغي ألا نعول على هؤلاء طعنا منهم من الخلف في أكثر من مرة. لماذا نحن الآن نضحك على أنفسنا؟ عن أي اتفاق أنت تتحدث؟ التاريخ اليمني يقول بأنه بعد كل اتفاق لابد أن يتفجر وضع عسكريا، سيتفجر وضع عسكريا. من يراهن على أن يكون هناك سلام وأمن واستقرار مع هذه الميليشيا المسلحة المتمردة في المناطق الجنوبية فهو يضحك على نفسه ويضحك على المجتمع اليمني. اليوم المجلس الانتقالي الجنوبي، يعني مثل ما جاءت الحركة الحوثية في الحديدة، قالوا نحن سلمنا هذه الموانئ للأمم المتحدة، خرجوا من الباب ورجعوا من الشباك. اليوم المجلس الانتقالي جاء بدلات ما يسمى بحماية المنشآت، وعلق الشعار وقال بدأنا بتنفيذ اتفاق الرياض، ونحن الآن سنسير مؤسسات الدولة وأيضا سنؤمن المنشآت الحيوية وما إلى ذلك. إذن على ماذا نضحك؟ لماذا نضحك على أنفسنا؟ أين هي الدولة؟ أين هو الجيش؟ أين هي المؤسسات؟ أين البرلمان اليمني؟ أين الرئيس اليمني؟ حتى الآن حتى المجلس الانتقالي نفسه قال لن نسمح بأن يعود مجلس النواب إلى داخل العاصمة المؤقتة عدن. حتى تكلم ما يسمى نائب رئيس الدائرة الإعلامية وقال بأنه الكلام عن المرجعيات الثلاث ما هو إلا ديباجة، وما هو إلا نوع من الضحك، وما هو إلا نوع من التسلية. نحن لا نعترف لا بالاتفاقيات الثلاث أو المرجعيات الثلاث، ولن نعترف بهذه الشرعية. نحن شركاء مع التحالف العربي، أي أنهم دولة. وبالتالي عندما نقول جاء اتفاق الرياض، عن أي اتفاق نتحدث؟ هو فاشل. هذا الاتفاق جاء لتبييض. نعم، يعني لو تحدثنا عن أول بند ولم يعني يتم تنفيذه حتى الآن، وهو ربما أسهل البنود، كيف سيتم التوافق على البنود الأخرى؟ يعني عن الفاشل لا يعول عليه، فشل في أكثر من ملف. يعني إذا كان هم يقولوا نحن نريد حكومة خدمات، نريد رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء الخدمين يقدموا خدمات لهذه الميليشيات المسلحة، أي أنهم يريدوا وزير المالي ورئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي فقط، نريد هؤلاء. يعني أن نقوم بترقيم هذه الميليشيات المسلحة وأن تصرف عليها الدولة حتى نتمكن من بسط السيطرة على الأرض. أختي الكريمة، هذه الميليشيات المسلحة لديها استراتيجية واضحة،
والتحالف العربي نفسه لديه استراتيجية واضحة وهو فصل جنوب اليمن عن شماله. نحن ينبغي أن نقرأ التاريخ جيدا. المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة تقدما يعني بطلب في شهر مايو 1994 إلى مجلس الأمن الدولي بأن يتم دعم الانفصاليين في جنوب اليمن عسكريا وسياسيا، وتبنت السعودية والإمارات الموقف عسكريا وسياسيا وإعلاميا، ثم جاء الدعم العسكري لهذه الميليشيات المسلحة، ثم بعد ذلك اختلفوا مع علي عبد الله الصالح على مدى سنوات، ثم بعد ذلك أدخلوا الحركة الحوثية إلى صنعاء. اليوم بعد أن خرج الحوثي يعني من عباءتهم في عام 2014 وبدأ ينفذ المخطط الإيراني، قاموا باستهدافه، جاءت لهم فرصة في العام 2015، تذرعوا تحت الشرعية اليمنية، دمروا البنية التحتية لهذا البلد التقليدي الضعيف، دمروا كل شيء، فككوا المجتمع، اشتروا مجموعة من شيوخ القبائل والعسكريين وأيضا وما إلى ذلك، وأيضا أصبحوا يعني نفذوا أجندتهم الآن. السعودية ماذا تعمل في المهرة؟ ماذا تعمل الإمارات في سقطرة؟ ماذا يعملوا في المناطق الجنوبية؟ الآن نفذ المخطط، فقط المسألة مسألة وقت، ترتيب أوراق، ومن ثم الآن التحاور مع جماعة الحوثي، تعال جماعة الحوثي هم يقولوا الآن تعال امسك المحافظات الشمالية والتزم لنا بتأمين الحدود السعودية، والمجلس الانتقالي سيمسك المناطق الجنوبية وسيلتزم بالمصالح الإماراتية. وأما بالنسبة لما بقايا نظام علي عبد الله صالح في الحديدة فقد جاءوا، تخيلي إلى أي وصلنا، إلى هذه المهزلة، أن المبعوث الدولي يجتمع مع حارس الرئيس السابق علي عبد الله صالح ويناقش معه عملية السلام في اليمن، يعني حارس شخصي كان للرئيس الجمهورية واليوم يناقش معه داخل فنادق إلى أي، ما هذه المهزلة؟ يعني معنا المجتمع الدولي لديه ينظر إلى اليمن كحديقة أمنية ينبغي أن لا تخرج من أيدينا، ينبغي أن نحافظ على مصالحنا، وهم ينظرون إلينا. لكن بهذا الشكل هم يعني لا يوجد حفاظ حقيقي على هذه المصالح، يعني أن تتمزق اليمن، أن تصبح الميليشيا تحكمها في الشمال والجنوب أيضا، هذا كله يعني وضع مزلزل على صفيح ساخن قد ينفجر بأي لحظة. لن ينفجر، لأن هذه نحن نعرف من يحرك هذه الأطراف، هذه ميليشيات تحركها أنظمة إقليمية. المجلس الانتقالي يدين بالولاء المطلق لدولة الإمارات العربية المتحدة. لو قال المجلس الانتقالي يريد أن يكون هناك دولة مستقلة على يعني على حدود ما قبل 90 وأراد أن يطبق نظام وقانون في عدن وخرج من تحت العباءة الإماراتية، حتضرب الإمارات رأسا بالطيران. وبالتالي هذه نحن نعرف أنه في البلدان التي يتفجر فيها الصراعات بأن هناك رعاة إقليميين ودوليين، وهذه الميليشيات المسلحة التي ترعاها الإمارات العربية المتحدة وأيضا المملكة العربية السعودية وأيضا إيران وأيضا المجتمع الدولي من خلفهم، هم لا يريدون أن تكون هناك دولة مستقرة بقدر ما يكونوا يحافظوا على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن. وهذه الميليشيات لن تتجرأ. القاعدة على سبيل المثال هي، هل هي تضرب أمريكا؟ تضرب الأبرياء في سوريا وفي العراق. عندما نتكلم عن جماعة الحوثي، هل هي ضربت أمريكا؟ هي تضرب الأبرياء في مأرب. نحن الآن المشهد القادم تصفية ما تبقى من الوطنيين الذين يدافعون عن الدولة اليمنية، وقد بدأ المخطط في مأرب. الآن انتهى المخطط، انتهت عاصفة الحزم، انتهت العملية العسكرية، بقي مرحلة بسيطة، تصفية بعض القيادات التي تعارض التحالف العربي وإخراج بعض الوزراء، ومن ثم تطبيق التقسيم وتقسيم البلد إلى كانتونات متناحر، وكل طرف يمسك ما تحت يده. نعم، إذا اسمح لنا دكتور عادل أن ينضم معنا الصحفي ياسر اليافعي عبر الأقمار الاصطناعية من عدن. مساء الخير أستاذ ياسر. أهلا، مساء النور لك وضيفك الكريم وكل مشاهدي القناة. أهلا بك أستاذ ياسر. حسب اتفاق الرياض يفترض بالحكومة أن تعود قبل 7 أيام، لماذا لم تعد حتى الآن برأيك؟ ليس قبل 7 أيام، ولكن كان المفروض أن تعود يوم الأربعاء، يعني قبل يومين أو يوم أمس، لكن هناك بحسب بيان الحكومة وحسب تصريحات مقربة من رئاسة الحكومة أن هناك إجراءات أمنية ولوجستية، والحكومة ستعود تقريبا يوم غدا بحسب ما أعلن عنه، سيعود رئيس الوزراء يوم غدا الجمعة، وعلى أكثر حد يوم السبت. أعتقد هذا أمر طبيعي يحدث، وأعتقد أن المؤشرات على الأرض بنجاح الاتفاق أكثر من مؤشرات فشل الاتفاق. لكن المؤسف أن هناك من يتحدث ويريد ويسعى إلى إفشال الاتفاق ولا يوجد لديه أي بدائل، فقط هو يجد الاتهامات تصفية الوطنيين وتصفية كذا وتصفية كذا، ولم يترك أحد وطنيين إلا هو بشخصه أو حزب الذي ينتمي إليه. نعم، والباقي خونه. أخبرنا ما هي هذه المؤشرات. هذا منطق
أستاذ ياسر، ما هي المؤشرات التي على الأرض التي تدل على اتفاق على نجاح الاتفاق؟ إن كل طرف ملتزم حتى الآن بالتهدئة، وكل طرف يسعى إلى إنجاز ما عليه من التزام وفق اتفاق الرياض. عودة رئيس الوزراء هي مجرد يوم أو يومين، وسيعود وسيبدأ تنفيذ الاطباع للاتفاق بعد تشكيل اللجنة التي ستشرف على تنفيذ نقاط وبنود الاتفاق. أعتقد أنه هذه الأيام في الرياض يتم التهيئة لهذه اللجنة بأن تعود إلى المحافظات المحررة لتنفيذ الاتفاق، وسيتم تنفيذ الاتفاق نقطة نقطة. لا يوجد حل معنا آخر غير تنفيذ الاتفاق أو القتال والحرب الأهلية إلى ما لا نهاية. وهذا أعتقد الأمر لا يرضي أي إنسان مخلص لقضيته ووطنه، ولا حتى التحالف العربي ولا دول العالم. بالتالي يجب أن تتضافر الجهود من أجل إنجاح الاتفاق لا إفشاله. المشكلة أن الكثير من النخبة اليمنية حتى الآن، أو أحدد بالذات النخبة المثقفة، لم تفهم طبيعة المشكلة في الجنوب، رغم أنه من 2007 و2011 و2015 وما حدث مؤخرا. القضية الجنوبية هي ملك الشعب الجنوبي، ليست ملك الانتقالي. الانتقالي هو ممثل لأداة للشعب، في حال فشل سيتخلى عنه الشعب وسيخرج إلى الشوارع وسيرفع علم الجنوب في كل جولة وفي كل مكان. بالتالي دعونا نتعامل اليوم مع مرحلة آنية، وهي مرحلة توحيد الصفوف وتوحيد الجهود للقضاء على الحوثيين، أو حتى لإجبارهم للتوقيع على اتفاق سلام ويعود الأمن والأمان إلى ربوع اليمن. لكن أن نسعى إلى تصوير الرأي العام أن هذا الاتفاق هو اتفاق ينهي قضية الجنوب أو يحل مشكلة الجنوب، هذا كذب على الرأي العام وكذب على المواطنين. قضية الجنوب لم يتم مناقشتها في الاتفاق، الاتفاق كان مرحلي فقط لمرحلة معينة، وقضية الجنوب والحلول النهائية ستترك إلى ما بعد القضاء على الحوثي أو إلى مرحلة السلام الشامل. نعم. إن كان هناك حوار مثل ما يقال خلال الأشهر القادمة. نعم. اسمح لي أن أقول وجهة نظرك التي استمع عليها الدكتور عادل هنا في الاستوديو. دكتور عادل، يعني ربما أنت بداية حديثك تحدثت كلام مقارب لما طرحه الأستاذ ياسر، أنه ليس من السهولة أن ينفذ الاتفاق، هناك مراحل يجب أن تسبقه، وهي ربما المراحل اللوجستية التي يتم الحديث عنها. ألا تجد أن يعني نحن دائما كنا نتحدث أن قضية الجنوب يجب أن ترحل إلى أن تعود الحكومة وتعود الشرعية من يد الحوثي ثم يتم الحديث، وهذا ربما ما يتحدث به الأخ ياسر. هناك خطاب تهدئة وهو يدعو إلى أن ينظر من زاوية إيجابية للاتفاق، وحقن الدماء هو يفترض أن يكون المصلحة العليا للجميع. طبعا نحن مع حقن الدماء، نحن لسنا دعاة حرب، نحن دعاة سلام، والقضية الجنوبية قضية يمنية يعترف بها الجميع، وقد أعطت الحوار الوطني الحل المناسب لهذه القضية. دعيني فقط أسأل الأخ الضيف من داخل عدن، هل هو يعترف عندما يقول بأنه يعني مع الدولة، هل هو يعترف بالجمهورية اليمنية؟ هل المجلس الانتقالي يعترف بشرعية الرئيس هادي؟ هل يعترف بدستور الجمهورية اليمنية؟ هل يعترف الآن بأن هناك دولة يمنية ينبغي أن تبسط سيطرتها على كافة الأراضي المحررة وهو جزء من هذه الشرعية اليمنية؟ إذا كان يعترف فلا خلاف على أي أن يكون هناك يعني مثلا يؤخر تنفيذ الاتفاق خطوة خطوة، لكنه يقول ينبغي أن نوحد الجهود لمواجهة الحوثي. يا أخي على من تضحك؟ أنا وأنت على من نضحك؟ أنت تضحك على الأبرياء داخل عدن بأنك تقاتل الدولة، ونحن هنا عندما نحن لا نسأل لا شرعية ولا مجلس انتقال، نحن نقف مع المواطن الضعيف، نحن نقف مع المواطن اليمني. عندما يقول ينبغي أن نوحد الصف لمواجهة الحركة الحوثية، عن ماذا يتحدث؟ في ساعة توقيع الاتفاق داخل الرياض كان الوفد الحوثي متواجد داخل فندق الريدز داخل العاصمة السعودية الرياض. عن ماذا يتحدث؟ لماذا نكذب على أنفسنا ونقول توحيد الصفوف لمواجهة جماعة الحوثي؟ اليوم الوفد الأمريكي والبريطاني والسعودي والإماراتي وأيضا من المجلس الانتقالي يتحاور مع جماعة الحوثي من تحت الطاولة. وهناك يعني أنا لا أتكلم بهذا الكلام من عندي، ولكن تكلمت وسائل إعلام أمريكية، وتكلم حتى التحالف العربي نفسه، وقال نحن عبر صحيفة الشرق الأوسط المقربة من الملك سلمان أن هناك حوار سياسي مع جماعة الحوثي منذ العام 2016. إذا لماذا نقول نحن نوحد الجهود لمواجهة الحوثي؟ لا، ينبغي أن يقول الحقيقة، يقول نوحد الصفوف حتى يعني نقف مع جماعة الحوثي وجها لوجه ونسلم الشمال للحوثي ويسلم الجنوب لنا. ينبغي أن يقول الحقيقة لا يغلق. هل هذا ما يتم السعي إليه أستاذ ياسر؟ يعني ترفعون علم الجنوب وتريدون من الحكومة فقط العودة لتسليم الرواتب حسب تصريح منصور صالح أثناء توقيع اتفاقية الرياض، هناك ازدواجية غير مفهومة، يتساءل العديد من الأسئلة ربما سمعت إليها أستاذ ياسر، أترك لك مساحة للرد. طبعا انا ممكن نعترف بالدستور ونعترف بالجمهوريه في حال تحررت صنعاء، اذا
عاد الأخ وغيره الكثير إلى الداخل لقتال الحوثيين، سنكون معهم حتى نحرر صنعاء وبعدها لكل حادث حديث. لكن أنا أتحدث عن حرب تستنزف اليمنيين والنخبة الغليلة الذين يظهرون في الإعلام للتحريض والتشنيق يعيشون في الخارج، وبحسب تقارير نشرتها وكالة الأناضول أكبر استثمار اليمنيين اليوم في تركيا. أعتقد هذه مهزلة وحديث كذب على الشارع اليمني. نحن ندعو إلى رص الصفوف لمواجهة الحوثيين لبناء السلام، على الأقل يا أخي رص الصفوف لبناء السلام. قضية الجنوب لا يمكن أي أحد تجاوزها، لا الإمارات ولا السعودية ولا علي عبد الله صالح تمكن من تجاوزها، ولا الحوثيين ولن يستطيع الإصلاح كذلك. هذه قضية شعب، نعود للشعب هم يختارون ما يغرون، لكن في الوقت المناسب. نحن لسنا استغلاليين نعلن الانفصال اليوم أو نعلن فكرة ارتباط اليوم، هذه قضية شعب وقضية معروفة وتاريخها معروف وجذورها معروف، نوقشت في الحوار، ولكنها الحوار كان الممثلين على الجنوبيين تم اختيارهم بحسب الأحزاب السياسية اليمنية التي ليس العلاقة الجنوب علاقة فيها، مثل المؤتمر الشعبي العام التابع لعلي عبد الله صالح، مثل حزب الإصلاح اختار له مجموعة، مثل حزب الرشاد اختاروا مجموعة. وهذه الأحزاب ليست هويتها جنوبية، هي أحزاب في المنشأ شمالية وهناك شمال وجنوب. لماذا نغالط أنفسنا ونغالط الشارع؟ الأصل في حل قضية الجنوب يعود إلى الشعب الجنوبي فقط. مثل ما ذكرت الانتقالية مجرد أداة لهذا الشعب، إذا فشل الانتقالية وإذا أخل بمبدأ قضية شعب الجنوب سيخرج الناس ضده من يوم غدا، وسيحرقون صور عدروس الزبيدي في الشوارع، ونحن جميعا سنكون معهم في حال خالف ذلك. الآن نحن إمام وضع استثنائي، الناس تعبت من الحرب لمدة 5 سنوات، دعونا نبني عملية سلام بدأناها باتفاق الرياض، ليكون هناك اتفاق شامل أيضا مع الحوثيين، والحوثيين أصلا هم جزء من النسيج الاجتماعي للجنوب. يعني هل يعني تتحدث عن اتفاق مثل ما تحدث الدكتور عادل، الحوثيون يبقون في الشمال والانتقالي يبقى في الجنوب، هل هذا هو الصورة المثلى المتخيلة لوضع اليمن في بعد الحرب؟ أعتقد أخت آسيا ليست الصورة المثلى، ليست الصورة المثلى. نحن أبناء الجنوب كنا رافضين هذا الوضع، وقاتلنا في الساحل الغربي، وقاتلنا في حدود السعودية، وقاتلنا في تعز، قاتلنا في عمق الشمال من أجل طرد هذه الجماعة. لكن للأسف الشمال لم يتحرك، لم ينتفض، لم يشاهد مظاهرة في صنعاء ولا في دمار ولا في إبرغ، من هناك قاعدة شعبية كبيرة لحزب الإصلاح لم يتحركوا. بالتالي هل تستمر الحرب إلى ما لا نهاية؟ يا أخت آسيا في الجنوب كله، في كل الجنوب رفض الحوثيين الشجر والحجر، قاتلت الحوثيين. في الشمال لم يحدث. طيب إلى متى تستمر الحرب؟ قوات علي محسن الأحمر والمقدشي في مأرب لم تحرك ساكنا، في تعز الفاصل بين الحوثيين والشرعية طربال، يعني طربال أو طوب حجر. بالتالي إلى متى تستمر الحرب؟ هناك مشكلة فقط في الصوت، إذا سمحت لي، هناك إشكالية في الصوت إلى أن تحل عندك سأعود إليك وأترك لك المساحة. دكتور عادل، يعني يتساءل الأستاذ ياسر العديد من الأسئلة ويضع الكثير من المحددات، وربما تحدث بوضوح أنه لما لا يتم الاتفاق مع الحوثيين كما تم الاتفاق مع الانتقالي لنبدأ خطوة جديدة. الحرب في نهاية الأمر لن تنتهي، يعني 5 سنوات ونحن نشاهد حرب في اليمن، ويبدو واضحا أن التحالف لم يعد يريد إكمال ما بدأ. أولا الأخ ياسر يغالط الحقائق، دعيني أرد عليه. عندما يقول بأن أبناء المناطق الشمالية لا يواجهون الحركة الحوثية، وأن الجيش اليمني أو ما يسميه بعلي جيش علي محسن والإصلاح وما إلى ذلك أنه متواجد داخل مأرب، أخي العزيز إذا كنت أنت تتحدث فقط عن فصيل يمني قدم 12 ألف شهيد حتى العام 2017 داخل جبال نهم وفي الجوف وفي مأرب وفي البيضاء وفي تعز وفي أماكن أخرى، عندما يتحدث عن الجيش اليمني، من الذي لم يسمح للجيش اليمني بأن يدخل العاصمة اليمنية صنعاء؟ أليس هو التحالف العربي؟ من الذي أوقف العملية العسكرية في نهم؟ أليس هو التحالف العربي؟ من الذي قتل الأبرياء في العام 2015 بطيران الغدر؟ أليس هو التحالف العربي؟ من الذي غدر بقاتل الجيش اليمني داخل مأرب والجوف ونهم ومناطق أخرى؟ أليس هو التحالف العربي؟ إذن التحالف العربي لا يريد بأن يكون هناك انتصار على الميليشيات الحوثية. الآن هؤلاء عندما يتشدقون ويقولون جيش علي محسن أو جيش الأخوان أو جيش الكذا، هذا جيش وطني متواجد ويقاتل على الأرض. الآن هم يريدوا شيطنة هذا الجيش، شيطنة هذا الجيش. هو يعرف من هو هذا الجيش، يعرفه جيدا من هو هذا الجيش. هذا جيش وطني ليس مناطقيا ولا عقائديا ولا مؤدلج وليس تبع أي جهة أخرى. هذا الجيش لو لم يكن هناك يعني سهام الغدر وطعنات الغدر من خلفه كان حرر العاصمة اليمنية صنعاء قبل اليوم. الشيء الآخر عندما يقول بأنه لا ينبغي أن يكون هناك حوار مع جماعة الحوثي، نحن لا نمانع
أن يكون هناك حوار مع جماعة الحوثي. نحن مع الأمن والسلام والاستقرار، وهو يقول بأنه لابد من ترتيب الصفوف لمواجهة الحوثي، ولكن في المقابل يقول لابد أن نعقد صفقة مع الحوثي. هم يتناقضون في كلام، لأن لديهم أهداف غير الأهداف التي يقولونها. هو الآن يحاول تغطية على الحقائق أو تغطية على أهدافهم التي يعني هي معلنة حتى اللحظة، معلنة وواضحة للجميع. عندما يقول أنه هناك الشعب الجنوبي، يا أخي العزيز، نحن في دولة معترف بها العالم أجمع، هناك دستور للجمهورية اليمنية، ليس لك الحق المطلق أن تتحدث عن المحافظات الجنوبية، هناك دستور للبلاد، هناك أطر قانونية، معنى ذلك حق الانفصال هذه ليست لعبة أطفال، هناك دولة، عليه أن يعرف جيدا بأنه عندما تمت الوحدة الاندماجية بين شمال اليمن وجنوبه، كانت المناطق الجنوبية أو ما يسمى بالحزب الاشتراكي الذي حكم جنوب اليمن، كان هناك أكثر من 15 مليار دولار، كانت مديونية المناطق الدولة الجنوبية ما يسمى. نعم، يعني ليس هذا موضوعنا الآن أستاذ دكتور عادل. أستاذ ياسر، يعني ربما يعني تتحدث عن يعني أن نرص الصفوف، مع أن الانتقالية تمر حتى اللحظة بأمر الإمارات بشكل واضح، والإمارات التي تثبت مرة بعد أخرى بأنها عدو حقيقي لليمن من خلال تقارير دولية، يعني ليس نحن من نتحدث عنها، أكثر من تقرير دولي، وربما أنت إعلامي تتابع هذه التقارير التي أدانت الإمارات في أكثر من نقطة. طبعا إذا تحدثنا عن الإمارات وعدو اليمن، هذا اعتقدنا في تقارير قناة بلقيس فقط. الإمارات قدمت الغالي والنفيس لأجل اليمن بشارة الرئيس عبد ربه منصور، رئيس الوزراء السابق بن دغ، رئيس الوزراء الحالي، كل المسؤولين الحكوميين كلهم بدون استثناء كلهم أشادوا ضربت الجيش الوطني على مشارف عدن أستاذ ياسر، وما زالت تنتهك وتمارس لم يكن جيش وطني. يا أخت آسيا، دعيني أوضح لك نقطة. يا أخت آسيا، لا يوجد في اليمن جيش وطني. الجيش في اليمن عبارة عن مجموعة تتبع حزب الإصلاح، مجموعة تتبع من حالي، وجهة نظرك أنت أستاذ ياسر، يعني هذا تقييمك أنت، ولكن مجموعة تتبع الانتقالي، هذه الحقيقة. يعني أنت تعكس التواصيف أستاذ ياسر، يعني من يأتمر بأمر الحكومة ليس جيش وطني، ومن هو خارج عن الحكومة وأمرها هو الجيش الوطني أو الذي يحمل القضية. يعني لنكن منطقيين أيضا، يعني الكثير من النقاط هناك. الجيش الوطني، نحن في الجنوب جيشنا هو، يا أخت آسيا ما يجب أن تفهميه ويفهم ضيفك الكريم وكل المشاهدين، الجيش الذي حرر محافظاتنا وأمنا هو جيشنا الوطني في الجنوب، هذه وجهة نظر كل جنوبي. بالتالي اليوم إذا تحدثنا عن جيش وطني لكل اليمن لا يوجد. يعني ما غير هذا الجيش ليس وطنيا، يعني كيف سيتم تنفيذ النقطة الثانية ويتم إدماج ما تصفه بالجيش الوطني مع منظومة الدفاع كاملة والتي تنطوي نحوها الجيش الوطني الذي نراه نحن وطنيا؟ هي عملية إعادة تنظيم فقط، لكن ولا هذه القوات للقضية الجنوبية. دعني بس أوضح لضيفك الكريم، نحن لا نستحي، نحن لدينا قضية ونطالب بفك الارتباط أو استعادة الدولة، وهذا أمر لا نخفيه وهو في مبادئنا ووثائقنا ولا نخجل منه إطلاقا، وسنناضل على هذا الهدف حتى النصر أو الشهادة. جميعنا في الجنوب متفقين على هذا الكلام، واليوم الواقع أثبت أن هناك جنوب وهناك شمال. بس أنا ضيفك الكريم لما يتحدث عن الدستور، أين هذا الدستور؟ الدستور الذي عبثه علي عبد الله صالح ب94، الدستور الذي قضت عليه المبادرة الخليجية في 2011، الدستور الذي كانت يتم التصويت عليه قبل الانقلاب أستاذ ياسر، نحن نتحدث عن أن لم يكن هناك عن خطوط واضحة، ما حدث ليس بيد الشعب اليمني حتى يتم محاكمته بهذا الشكل. أستاذ ياسر اسمح لي فقط أنقل الحديث للدكتور عادل. أنا أؤكد لك الدستور، يعني ما تتحدثين عنه من دستور؟ تفضل لحظة، تتحدثين عنه من دستور الناتج عن مخرجات الحوار، لا يمكن أن يتم الاستفتاء عليه في الجنوب، كان شعب الجنوب سيعارضه وسيفشله بشكل كامل. بالتالي تفهموا قضية الجنوب، انقلوا ما يجري في الجنوب للرأي العام بحقيقته حتى نحل المشاكل. بالأخير أنت عندما ترفض قضيتي، ترفض انتمائي، ترفض توجهي، سيزيد عناد وإصرار وتمسك بما أنا عليه. تعرف أين المشكلة أستاذ ياسر؟ تتفهم تعرف أين المشكلة؟ أنك تتحدث الآن بصفة أبناء الجنوب بشكل عام، ولكن أود أن تلتفت يمينا ويسارا، ستجد بيانات كثيرة من أبناء الجنوب ومن مكونات سياسية أخرى ترفض يعني ما تقومون به جملة وتفصيلا. دعني فقط أعود للدكتور عادل. دكتور عادل، تحدث الأستاذ ياسر وربما يعني منصور صالح قبل ذلك تحدث عن أن هذا الاتفاق ليس بنفس الآلية التي خرج بها، لن يتم انضواء الحزام الأمني بشكل رسمي ولن يكون تابع لمنظومة الدفاع. إذن يعني حقيقة إذا
بداية الحلقة قلت لك إذا كنا واجهنا مشكلة أو يعني إشكالية في تحقيق البند الأول، فكيف سيتم تحقيق بقية البنود بهذا الشكل؟ أختي العزيزة، نحن لا هذه ميليشيات مسلحة لا تلتزم بما وقعت عليه. اتفاق الرياض يقول بأنه يعني في إطار المرجعيات الثلاث، دستور البلاد وأيضا المبادرة الخليجية والقرارات الدولية ذات الصلة، وأنه هؤلاء سينطوا تحت شرعية الرئيس اليمني والدولة اليمنية المعترف بها العالم أجمع. وهو يقول الآن نحن فقط في اتفاق مع التحالف العربي. طيب لماذا وقعت الاتفاق مع الحكومة اليمنية؟ كان تروح إلى عند محمد بن زايد أو إلى عند الملك السعودي وتوقع اتفاق معهم كأنك يعني طرف إقليمي، وأنك أنت شريك مع التحالف العربي، وأن التحالف العربي يعني هو شريك مع المجلس الانتقالي الجنوبي، وأن المجلس الانتقالي الجنوبي دولة مستقلة ذات سيادة. لماذا توقع مع الدولة اليمنية؟ لماذا تعترف بشرعية الرئيس هادي؟ لماذا تزور الرئيس هادي إلى داخل مقر في الرياض المجلس الانتقالي الجنوبي نفسه ويقول أنا أعترف؟ هؤلاء لا فرق بينهم وبين ميليشيات الحوثي. الميليشيات دائما هو يتخبط في كلامه، يقول أنا أطالب بفك الارتباط. طيب إذا أنت تطالب بفك الارتباط، لماذا توقع هذا الاتفاق بالمجمل؟ لماذا توافق على دمج الميليشيات الأمنية التابعة لك في إطار الدولة اليمنية؟ لماذا توافق على عودة الدولة اليمنية؟ لماذا يعني يتخبطون؟ لأن ليس لديهم مشروع واضح. أخي الكريم، القضية الجنوبية واضحة، والقضية الجنوبية أنصف الحوار الوطني، والدولة الاتحادية هي الحل، ولن يكون إلا ذلك. غير ذلك ما هو إلا يعني استمرار للحرب الأهلية. عندما نتكلم عن المناطق، نحن نعرف المناطق الجنوبية وتاريخ المناطق الجنوبية، ونعرف ما الذي حصل في 67 وما الذي حصل في 86 وما الذي حصل. اليوم هناك صراع جنوبي جنوبي، نحن أبناء المناطق الشمالية مغيبين على المشهد تماما. من الذي يدير الدولة اليمنية؟ هم أبناء المناطق الجنوبية ب80%. عندما يتحدث ويقول أنا لا أعترف بهذا الدولة، أنت من تدير الدولة؟ وزارة الخارجية، الوزراء، السفراء، لدينا 12 سفير فقط داخل عواصم العالم، وأكثر من 20 سفير من داخل المناطق الجنوبية، أكثر من 18 وزير من داخل المناطق الجنوبية، ولدينا أكثر حوالي 10 سفراء وزراء من الدولة من المناطق الشمالية، رئيس الدولة من المناطق الجنوب. عندما يتحدث ويقول أنا أطالب بكذا، يا أخي العزيز، نحن والله عندما نتكلم عن أبناء المناطق الجنوبية، نحن نريد حقن الدماء، نحن نريد أن يكون هناك وطن آمن ومستقر، نحن نريد أن تكون هناك وحدة، فقط الوحدة الممكنة، أي أن تحفظ وشائج القربة والدم والأخاء، بأن لا يكون هناك نفس عنصري ومناطقي. نحن لا نريد أن نهيئ الشارع ضد هذا من الشمال وهذا من الجنوب. أخي كفانا حروب، إذا كنت أن تريد هناك أطر قانونية، تعال الآن إلى سلام وأمن واستقرار، تعال الآن. لم يعترف، إذا اسمحي لي فقط، إذا كانوا هؤلاء سيبنوا دولة، تخيلي اعتدوا على البساطات، بساطات بساطات الأبرياء، هؤلاء سيقيموا دولة؟ عندما يعتدي على أصحاب البساطات هؤلاء نهبوا حتى الآثار ويقولوا بأنهم سيؤسسوا دولة. هذه ميليشيات، والميليشيات لا تؤسس دول. أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الصحفي أنيس منصور. مساء الخير أستاذ أنيس. أهلا وسهلا، مساء النور لك ولضيفك وللمشاهدين. أهلا بك أستاذ أنيس. ربما سمعت لجزء من الحديث، الأستاذ ياسر اليافعي كان معنا ويتحدث عن أن الجنوب هو ممثله الوحيد هو الانتقالي، وإذا ما أخل الانتقالي بمطالب الجنوب أو بإرادة الجنوب فهو يعني سيخرج ضده في الشارع. هل فعلا الجنوب بأكمله ممثله الوحيد هو الانتقالي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا أول شيء أحيي ضيفك الذي سمعته قبل قليل، لا أدري من هو، ولكن وضع كلاما منطقيا جميلا. نعم الدكتور عادل دشيلة هنا في الاستوديو. أوكي، سلامي وقبلة في جبيني وفي وأيضا تحية لسانه ومنطقه. وأقول هذا ليس منطقه، وإنما أيضا منطق أبناء الجنوب وأحرار الجنوب وأخيار الجنوب. ما بالنسبة للانتقال، قلنا كثيرا ومرارا والكل يعلم، لو سألت أي جاهلا أو راعية للغنم أو أميا لا يقرأ ولا يكتب ما هو الانتقال، سيقول أن الانتقال عبارة عن مجلس مستأجر مرتهن عميل لدولة الإمارات وينفذ أجندة الإمارات، لا يؤمن بقضية الجنوب ولا يمثل الجنوب وليس له علاقة من الجنوب، لأنه يعني بعض القيادات اللي موجودة فيه كانوا يقوموا الجنوب، يعني قيادة مؤتمرية كانوا ضباط في الأمن القومي التي كانت تسخر يعني طاقتها ضد أبناء الجنوب وأحرار الجنوب في مظاهرات. والأخ ياسر أعتقد يعرف، وهو زميلي وكنا أنا وهو في الساحات نعرف بعضنا البعض.
الأمر الثاني، المجلس الانتقالي، يعني هناك مكونات سياسية. اليوم المجلس الانتقالي متواجد عسكريا، نقول عسكريا بدعم إماراتي من عدن إلى الضالع فقط، هذه المناطق التي فيها، بقية المناطق الجنوب كلها تهتف باسم اليمن ومع اليمن ومع الوطن. وتأكيد ما يحصل حاليا من مزايدة باسم الجنوب هو الهدف منه الابتزاز والبحث عن مكتب سياسي لتنفيذ أجندة الإمارات، ليس له علاقة بحق الجنوب. وهناك مكونات جنوبية موجودة على الساحة، بل مكونات تاريخية على الساحة لها ثقلها السياسي ولها ثقلها الميداني، ترفض رفضا قاطعا هذه الإملاءات وهذه التحركات التي يقوم بها المجلس الانتقالي. ثانيا، حتى ولو قلنا عسكريا المجلس عفوا حتى ولو قلنا عسكريا المجلس الانتقالي كان يعني يسيطر على مؤسسات عسكرية كبيرة جدا بنيت خلال 4 سنوات. هذه المعسكرات والمؤسسات انهارت انهيار كان خلال ساعات في عدد من المحافظات، وكانت على قاب قوسين او ادنى من محافظة عدن لولا الطيران الاماراتي الذي قصف الجيش. هذا اولا. ثانيا، لكنهم لا يعترفون بهذا الجيش استاذ انيس، يعني يجد ان هذا الجيش عبارة عن ميليشيا مسلحة يقودها الاصلاح وما الى ذلك. هذا الجيش جيشا وطنيا يستلم رواتبه وعملياته من السعوديه، فهل السعوديه تدعم الارهاب؟ اسمح لي فقط ان تدعم الارهاب ما دام الجيش هذا جيشا ارهابيا تحت سلطه وزاره الدفاع والعمليات المشتركه ويستلم مرتباته وتسليحه من السعوديه، فهل هذا الجيش هو جيشا ارهابيا كما يصفه؟ للاسف الشديد كانوا يتهمون الحكومه بانها ارهاب، الآن يطالبون ويعقدون اتفاقات مع الحكومة التي كانت إرهابية وكانت إصلاحية وكانت إخوانية. ما هذا الهراء وما هذا المنطق وما هذه السذاجة وما هذا الشيء الذي ينجي له الجبين؟ إلى أين وصل تفكيرنا وعقولنا وأيضا سياسة؟ نعم، إذن أستاذ ياسر لو عدنا لاتفاق الرياض، هل تعتقد أن بقية البنود ستواجه نفس المصير؟ نعم أستاذ أنيس. نعم، هل تعتقد أستاذ أنيس، عفوا السؤال لك، هل تعتقد أن بقية بنود اتفاق الرياض ستواجه مصير البند الأول؟ أعتقد أن البنود أن الاتفاق فاشل منذ البداية، فاشل منذ التأسيس، منذ المقدمات، منذ كل شيء. لا يمكن أن يصل إلى نتيجة لأن هذه مشاريع وأجندة ليست مشاريع وطنية. للأسف الشديد هذا الفشل. أول شيء يعني اصدروا صحيفه 14 اكتوبر وخالفوا الاتفاق، ثانيا اقتحموا وزاره الاعلام، منعوا موظفي وزاره الخارجيه، حدثت مشاكل على موضوع العلم، هل العلم اليمني ام العلم الاتصالي؟ حتى وصل المقترح انه يرفع العلم السعودي كوسط، يصل الى هذه الطريقه وصلنا الى هذا المكان الى هذا الوضع. يعني اللي حاصل يا عزيزتي انه لا يمكن ان يطبق لان هناك مشاكل وهناك الغام موجوده داخل الاتفاق، من ضمنها موضوع المحافظه، هناك خلاف سيحصل في قصر الشرعيه وهناك خلاف سيصل على المحافظه او سطر الانتقالي، لان الانتقالي مؤتمر ورابطه واشتراكي. نعم، شكرا جزيلا لك أنيس منصور الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف. عوده اليك استاذ ياسر. استاذ ياسر، سمعت لحديث الاستاذ منصور، الانتقالي هو متواجد عسكريا من عدن الى الضالع، يعني سلطة يجد الأستاذ أنيس أنه مجرد يعني دوره دور ابتزاز ويبحث عن مكسب سياسي، ويعني وهو ليس الممثل الوحيد للجنوب، هناك مكونات جنوبية لها ثقلها السياسي والتي تعد أقدم من الانتقالي. لو تسمحين بس أعطيني وقت المناسب، تفضل. منكم ثلاثة وأنا الحالي، بس أقول لك نقطة واحدة. أول، على ضيفك الكريم اللي موجود في الاستديو، هو يناقض نفسه. إذا كان الاتفاق الرياض مثل ما تصفوه ضد الانتقالي، لماذا تصفوه بالفاشل والذي سيؤدي باليمن إلى خوض جولات أخرى؟ أنت بنفسك تصف الاتفاق بالفاشل ثم تقول الانتقالي ذهب للحكومة. بالعكس، الانتقالي ذهب للتوقيع برعاية التحالف العربي ووقع مع الحكومة الشرعية، ما تسميها حكومة شرعية، ند للند وعلى طاولة واحدة وبحضور قيادة التحالف العربي. هذا أمر. فيما يخص
أنيس منصور وحديثه، أنا أتحدى أنيس منصور والمكونات كلها اللي يتحدث عنها تخرج لي مظاهرة واحدة في عاصمة عتق شبوة، شبوة التي سيطر عليها جيش مأرب من 10 نفر، يخرج لي مسيرة من 10 نفر في مدينة عتق. تعلم أن التحشيد لم يعد مقياسا أستاذ ياسر، علي عبد الله صالح كان يخرج آلاف مؤلفة، مسألة هو مقياس. لا تقاطعيني، دعيني أكمل أخت آسيا، تفضل دعيني أكمل حتى أوضح الفكرة. نحن لسنا مسيطرين عسكريا، هذه أسطوانة مشروخة، نحن لنا قواعد شعبية. اليوم خرج الآلاف في شبوة في تأبين الشهيد سعيد تاجرة وهتفوا للجنوب بأعلام الجنوب، بالتالي لا يمكن أحد يغيب إرادة شعب الجنوب. نحن اليوم نملك الإرادة الشعبية، إذا فقدنا الإرادة الشعبية وخالفنا إرادة الشعب سنصبح مثل الائتلاف الوطني أو مثل المكون الذي أعلنوا في المهرة قبل 3 أو 4 أيام لا قيمة لنا في الشارع. أتحدى أنيس منصور وكل الأحزاب التي ينادي بها تخرج لي مسيرة في عتق عاصمة شبوة التي سيطرون عليها أو في عدن أو في محافظة أخرى. بالتالي المجتمع الدولي كله اليوم يريد حامل القضية الجنوبية يتمتع بشعبية ويتمتع بقوة عسكرية صادقة على الأرض، نجحت في مكافحة الإرهاب ونجحت في وقف التمدد الإيراني. اللي تحدثنا عن قوات مأرب خلال 5 سنوات، هل كافحت الإرهاب؟ اليوم طائرات بدون طيار أمريكية تقصف حتى ربما مقر وزارة الدفاع. نعم، يعني أعتقد في هذا الكلام غير منطقي أستاذ ياسر، يعني لا تقفزوا على التاريخ القريب رجاء. يعني الفترة التي حكمت فيها الإمارات المناطق الجنوبية هي أكثر سوداوية مرت على الجنوب من حيث التصفيات، هي أفضل فترة. اسمعني أختي آسيا، أختي آسيا، مشكلتكم من وجهة نظركم ربما لكن التصفية لا علاقة لنا بها شعب الجنوب. الموضوع ملف الاغتيالات ملف شائك، وربما اطراف انت تدعمينها هي من تنفذ هذه العمليه هذه العمليات. التقارير الدوليه استاذ ياسر، لا احدثك عن تقارير صنعناها نحن، يعني هل تتابعون ما يتحدث التقارير الدوليه الاعلام الدولي عنكم؟ التقارير الدولية والإعلام الدولي معروف من يموله هذه الأمور، يعني صارت مكشوفة اليوم. من صارت مكشوفة هو جدا من كل أطراف يمول من دول الدولية. من سيمول ضد وكالة الخليج؟ وكالة الأنباء تنشر تقرير يتم إعادة تداولها في المواقع التابعة لحزب الإصلاح، تتناولها قناة الجزيرة وتحولون الكذبة إلى واقع. هذا الأمر خلاص، يعني أمر طيب. اليوم الإمارات قادرت عدن عسكريا، صحيح هي باقي في قلوبنا قادرت، ما هي حقتكم اليوم؟ ستبدأون الاحتلال السعودي لأن الممول اللي عاوز كذا. أنتوا يعني لا إيش أقول، أهدافكم مش وطنية. أنتوا نسيتوا القضايا الوطنية وفقط تلتفتوا لمن يدعم ويمول وتنفذوا أجندته. أستاذ ياسر، يعني ما تقولوا غطر، أنتوا تنفذوا. بغض النظر عن هذه التقارير التي يعني تغضون الطرف عنها لا أدري لماذا، الجثث الموجودة والأسماء القتلى هي من تتحدث عن هذا البؤس واعترافات طيب الجنة أنفسهم وأشار بأصابع الإسلام وربما هاني بن بريك على رأس هذه القائمة. أخ أنت أشرتي إلى نقطة حلوة، بس لماذا لا تظهرين تعاطف ولو بسيط فقط مع آلاف الضحايا الذين قتلوا في لحج وفي عدن وفي شبوة وفي حضرموت في العمليات الإرهابية؟ هل تعلمينكم قتلوا في العملية؟ كنا نواجه في لحج باليوم عملية اغتيال في لحج، رجاء باليوم يعني عملية اغتيال في عدن. نحن دائما نقف مع الضحايا أيا كانوا أستاذ ياسر، مع الضحايا أبداً دائما أبداً وأبداً أبداً نتابع حلقاتنا في المساء اليمني. أنت لا تتابعنا للأسف، وإلا نحن دائما وأبدا نقوم بتغطية كل الضحايا دون استثناء. متابع تماما، متابع لكل برامج قناة بلقيس. إذا اسمح لي فقط أترك الفرصة للدكتور عادل. العمليات الإرهابية في الجنوب لم تتعاطفوا. نعم تحدثنا عنها، وكيف لم نتعاطف؟ يعني ما هو وجه التعاطف الذي تريده؟ هل تتوقع أننا نسعد حين يقتل إنسان هنا أو هناك؟ على العكس، يعني هذا الدنيا سؤال واحد حتى تتضح الصورة للمشاهدين. كم كانت عدد العمليات الانتحارية والإرهابية في عدن نهاية 2015 وكم هي اليوم؟ يعني الصورة تتضح للمشاهدين على طول. اسمح لي أستاذ ياسر فقط أترك الفرصة، لم يعد لدي المزيد من الوقت للدكتور عادل. نعم دكتور عادل، طبعا عندما يتحدث عن القاعدة بكل تأكيد هدأت من العام 2018، وعندما أنا أتحدث عن تقارير أمريكية تقول بأن الإمارات العربية المتحدة عقدت يعني جلسات مع قادة القاعدة في المكلا وفي بعض المناطق الجنوبية، وهذا نشر في عبر النيويورك تايمز وبعض المجلات الأمريكية الأخرى. هذا جانب. الجانب الآخر عندما يقول بأنه المجلس الانتقالي نجح في 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 في, في محاربة القاعدة، أخي العزيز، هل حققتم في قضايا الاغتيالات التي تمت في العاصمة المؤقتة عدن؟
هل حققتم في أولئك الأبرياء الذين قتلوا بدم بارد في المساجد والمدارس والجامعات؟ هل حققتم في أولئك الذين قتلوا في السجون السرية داخل عدن؟ هل حققتم في أولئك المرضى الذين قتلوا بالسكاكين وبالرصاص داخل المستشفيات؟ أنت عندما تتحدث لا تتحدث بنفس مناطقي، تحدث بالقيم الإنسانية النبيلة التي أتشاركها معك. أنا يمني وأنت يمني، لا تنكر يمنيتك، طالب بحقوقك، طالب أن تنفصل، ولكن ينبغي عليك أن تلتزم أقل حال بالمعايير الأخلاقية. عندما تتحدث وتقول وتغالط الحقائق في الشاشة لا تغالط الحقائق، قول الحقيقة أخي الكريم. دكتور عادل، أستاذ ياسر اسمح لي، للأسف لم يعد لدي المزيد من الوقت. دكتور عادل دشيل الباحث السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أستاذ ياسر اليافعي الصحفي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن. أشكر لكم هو أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.